النكاح والطلاق والرجعة. النكاح والطلاق والرجعة. نعم يا ابني. أستاذ أنا الحين أعرف معنى الطلاق وأعرف معنى الرجعة، بس النكاح شنو؟ سؤال جميل. النكاح هو المسمى الشرعي لزواج الرجل بالمرأة. لزواج الرجل بالمرأة. بس أنا أستاذ للحين ما فهمت. يعني أنا أقول لك يا فلان زوجتك ابنتي، وهو يرد علي ويقول وأنا قبلت، فتصبح على هذا الأساس زوجته. لا أستاذ ما فهمت. يعني يا جاسم أنا أقول لك يا جاسم زوجتك ابنتي وأنا قبلت. قبلت؟ إيه. قبل شنو؟ اتزوج بنتك. شو البركة يا جاسم الجستاهل. الله يسلمك. همك المال وبالهالعيال عزيز. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. مبارك أرسلت من الأفضل عليك أمر كل نبع بين حمرين. الله يطول بعمره عليك. بس ولا كلمة بس. وانت قاعد مكانك بعد. وانت طلق الحين. طلق الحين. طلق. لا استاذ ما بنطلق. طلق. زين سمعوني الحين راح اشرح لكم موضوع الطلاق، وابيكم تركزون في ذي الموضوع خاصة انت. الواحد اذا بيطلق زوجته لازم يقول لها يا مريم انت طالق، سمعته؟ وراح ابتدي فيك يا جاسم. يلا repeat with me. قول يا مريم انت طالق. يا استاذ بابا مطلق. بس تدري عاد دوم دوم المدير. تعال عند المدير. هو المدير. شوف لي حال يا حضره المدير. شوف لي حال مع هالجسوم. شوف لي حال. شاست صاير في السالفه؟ مو راضي يطلق بنتي. مو راضي. انتوا اهل حضره المدير. انا كنت اشرح لهم درس عن النكاح، واحد جسوم استغل الفرصة وتزوج بنتي، والحين مراد يطلق، وأنا مو موافق على هالزواج صراحة. إي صح. اسمع يا جاسم، طلق بنتي سيف اللي فوقك. إن ما طلقت بنتي لا تصرف أبوك الحين أخليك. يلا طلق بنتي. لا 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 خلاص. بطلقها علشانك يا حضرة المدير، أصلاً أبوي إذا قرا يعني بيذبحني. خلي طلق بثلاث، خلي طلق بثلاث، بثلاث. يبا بنتك طالق. طالق. ايه ثلاث. ايه اروح الحين. تيسر. يلا. اي والله. سعد بسألك ايش معنات النكاح؟ نعم ما اعرف.